اتاجل ليه نزوله اكتر من مره؟ الالبوم الجديد اتاجل ليه؟ احنا بنشتغل بقالنا فتره. هو بس في الاول هو من اول ما خرجت يعني كان مع شركه انتاج وقفت حل شويه. طبعا ده كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى، انا ما كانش ليا يد فيه يعني. وبشكر ربنا برضو الحمد لله ان هو ده حصل في الاول علشان اتعلم يعني. بعد كده انا مضيت مع راجل شهاده لله يعني، هو محترم كويس جدا جدا وبيحبني ومؤمن بموهبتي قوي، فيمكن يكون ده اللي شدني ليه قوي ان انا امضي معاه يعني. مستر محمد مهاب يعني بصي مش عاوز اقول لك ان هو مكافح وصبور ومجتهد وبيحب الشغل فوق ما تتخيلي، وبيحب بلده قوي كمان يعني. ده اللي انا بشوفه في عينيه طول الوقت، بيحب مصر جدا، بيتكلم عليها قدامي جدا، وبالاخص بقى بيحب المنوفيه. هو منوفي زي بيجيب يعني، بيحب المنوفيه قوي. انا بحب البني ادم ده، بيحب الشغل، بيحب يفتح مجالات، بيحب يفتح شغلي، بيحب يشغل الناس. شاهين احنا دايما مش بنحسك مش متواجد يعني، احنا أيوة. الناس جمهورك دايما بنسمع شاهين، فمش حاسه خالص. ده انا اللي من جمهورك يا شيرين، ربنا يخليك. انا والله النهارده شاهين مش عارفه اقول ايه والله. لا والله بجد، لا بجد والله. يا ربنا يخليك يا رب. والله بص، فكره التواجد انا بس بحب ان انا اثبت حضور بشكل كويس. الناس الحمد لله يعني زي ما انت بتقولي، الناس عارفه ان انا متواجد وموجود الحمد لله، بس عاوز الالبوم ينزل. الناس مستنياني يعني، بخش على السوشيال ميديا كتير بشوف التعليقات، بلاقي الناس كلها بتقول لي فين البومك، احنا عاوزين نسمع. بترد على كل الفانز؟ برد والله، برد والله العظيم جدا يعني. انا الحمد لله انا برد على كل الناس. انا ما بعملش زي ناس تانية خالص يعني، في حاجات انا بشوفها بعيني. حد برد على حد، في ناس ما بتردش عليها. طب لو حد مثلا جيت اوجه لك نقد بتعمل ايه؟ بستقبله بصدر رحب جدا. بتسمع بتفكر ده ممكن يكون مثلا عنده حق ولا بتضايق؟ لا بسمعه والله، بسمعه جدا، وبشوف الكلام بتاع الناس وبقراه، واللي بيعجبني منه برد عليه يعني. الحاجه اللي انا مقتنع بيها وعارف ان هي فعلا صح بقتنع بيها وبرد عليه، بقول له طبعا انت عندك حق، حاضر، ده مش هيحصل. ده في ناس ساعات بتيجي تعلق على شعري مثلا، تقول لي الحلقه دي مش حلوه، مش عارف الحلقه دي مش حلوه، السشوار ده كويس ده. فبلاقي الناس فعلا صح. في حاجات تانية بقول لهم لا انا عارف، انا دي احسن، دي افضل. فالانتقاد ده مش حاجه وحشه يعني، دي حاجه كويسه، بيطلع منه حاجات كتير حلوه اكيد، بحيث انك انت تبقى افضل قدام. طب انت ومين عطى